هنتكلم بقى دلوقتي عن مباريات الدوري والمنافسة للحفاظ على اللقب وإزاي نفكر في القادم بداية من مباراة النهاردة أمام سموحة. كل ده هنتكلم فيه مع كابتن ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق. صباح الفل، منور الدنيا كالعادة. الحال يا حبيبي، ربنا يخليك منورنا. بونجور بقى كابتن همام. بونجور. طيب انا ممكن ابدا كده بس اتفضلت كده ليه؟ هو سمع بونجور كابتن ماهر اتاخد مننا. اتاخد مننا وانا قبل كده حضرته طلب بونجور بتخض الناس في بعض. الدوري يعني من وجهه نظر كابتن ماهر رايح على فين بمنتهى الصراحه؟ هل احنا نقدر نقول يعني الاهلي كده بنسبه كبيره جدا ان شاء الله يحصل عليه، ولا حضرتك رايتك لحد دلوقتي المشهد عامل ازاي في الدوري؟ لا لحد دلوقتي مش باين الصوره طبعا، مش واضحه يعني. الزمالك ماشي في المشوار بتاعه، واحنا طبعا التاجيلات بالنسبه لنا خصوصا اللي فات مهمه جدا، وده بيبقى لود واقع على الجهاز الفني واللاعبين صراحه وجمهور النادي الاهلي. لكن هنرجع كده للعام الماضي، لو نفتكر احنا كان عندنا تاجيلات يمكن 10 تاجيلات، وكنا في ترتبنا في الجدول يمكن قبل الاخير او الثالث من تحت، والناس كانت والوضع اختلف صراحة جدا صحيح. وبعدين رجعنا طبعا، ودي خبرات لعيبه النادي الاهلي وجهازته الفنيه ومجلس ادارته، ان هي بتقدر ترجع للبطوله بشكل احترافي بشكل كبير. فالنهارده مستر موسيماني يعني بيجهز نفسه لبطوله الدوري العام. هو طبعا قفل الملف الافريقي دلوقتي، ويهمه جدا ان هو بطوله الدوري العام الملف اللي شغال فيه حاليا، لان كل 3 ايام ضغط كبير جدا واربع ايام بالظبط على لعيبه النادي الاهلي عشان يخلص المؤجلات حسب الجدول اللي اتحط طبعا. بس انت في رحلتك بقى للعوده من جديد للتصدر الدوري، مش حمل بقى تعادلات، مش حمل مفاجآت دمها تقيل باي حال من الاحوال. فالى اي درجه ممكن يكون التعادل مع بيراميدز في المباراه اللي فاتت، هل ده ممكن يعطل نسبيا؟ بص يا كريم، اجهزة الفنيه حتى نادي الزمالك كارتلون قال كده، قال ان انا مش همشي برضك، يعني هيحصل صدمات في كل 3-4 ايام، لان انت الدور الثاني كله عايز يجمع طبعا. كل الفرقه محتاجه بونت وبونتين وثلاثه بونت، فكل فرقه دلوقتي مركزه بشكل كبير جدا في ان هي تخرج من الموقف اللي هي موجود عليه. النادي الاهلي مستر موسيماني قال نفس الكلام في بعض المؤتمرات، وقال صعب جدا ان في فرقه في العالم تفضل تكسب على طول. لا، فرقه في العالم مش بلاي ستيشن يعني، بالظبط هتخفق على طول او هتتعادل على طول. لكن هو واضح قوي ان هو من مباراه سان داونز اللي هي اتعادلنا فيها، وبعدين رحنا لنهضه بركان وكسبنا البطوله، واضح ان هو بيعدل من طريقه اللعب. يعني احنا شفنا مستر موسيماني لعب بطريقه 4-3-2-1 و 4-2-3-1 دي التقليديه اللي احنا بنلعب بيها. عدل لما بدا حضرتك توصف الترجي ولا بيراميدز؟ عدل قبل كده من 3-4 مباريات قبل الترجي. اوكي، استعدادا. ما انت عشان تقلبي الطريقه لطريقه التعديل طبقا لطبيعه لازم تاخدي فتره، لازم تاخدي فتره تشتغلي عليها. فهو طبعا عشان راجل محترف، فهو عدل من طريقه 4-2-3-1 لطريقه 4-3-2-1. عمل لنا بلوك قوي جدا في نص الملعب، 3 من اللعيبه اللي مش موجودين في افريقيا وانا شايف ولا في العالم العربي، السوليه ويانج وفتحي، ودي بتمثل قوه كبيره جدا للنادي الاهلي في نص ملعبه الدفاعي ونص ملعبه الهجومي. بالطريقه دي قدر ان هو يحقق الهدف اللي هو بيسعى ليه. لكن الطريقه دي بتنقصها حاجه واحده بس، ان مجدي قفشه بقاش موجود في المكان اللي هو المفضل له، اللي هو رقم 9 او رقم 10، اللي هو البلاي ميكر اللي بيربط بين وسط الملعب الدفاعي ووسط الملعب الهجومي. مجدي قفشه في الطريقه دي بيطلع يا كريم على الطرف، على الطرف بياخد يعني مش مقاومات قفشه. قفشه مقاومته يبقى موجود في وسط الملعب، يستلم من النص بالظبط، يستلم ويبدا يبني اللعب بشكل احترافي زي ما احنا بنشوف. فهو ده بس التعديل اللي عمله مستر موسيماني في الفتره الماضيه ونجح فيها بشكل كبير. لكن بيرجع للشوط الثاني للطريقه التقليديه بتاعته 4-2-3-1، بيرجع تاني مجدي قفشه مكانه، وبيقدر يستغنى عن لاعب من نص الملعب في حاله
اخذ انذار عند فكره خد انذار الماتش اللي فات فاضطر ان هو يستبعده ويبدا بمجدي قفشه تاني يرجع لمكانه الطبيعي. ده الطرق اللعب اللي مستر موسيماني بدا يغير فيها في الفتره الماضيه في الدوري او في في في, في افريقيا. وانا شايف ان زي ما انت قلت يا كريم كده احنا يعني مباراه بيراميدز كانت غير موفقين صراحه يعني يعني الطرد اللي حصل من دونجا في بدايه المباراه، السيطره اللي احنا سيطرنا عليها، ضياع بقى ضربه الجزاء لمعلول، يعني احنا يعني معلول واحنا مغمضين كده صراحه، معلول من ضمن اللعيبه المؤثره بشكل كبير جدا في كوره بس ثابتة. وارد يا كابتن همام يعني برضو القصه، وحتى مع الشناوي يعني الناس مش كده، ولان في الاخر بيستغل الحاجات دي بقى وابتدي يتكلم كلامه، واحنا شفنا بصراحه يعني حاجات ساذجه جدا وكلام يعني غريب جدا قاعد يتقال. لكن حتى في المؤتمر الصحفي موسيماني رد بمنتهى الذكاء والاحترام على الصحفي اللي ساله، يعني ما ذبح اللعيبه ده محاوله من البعض، احنا مش عايزين نجر نفسنا لده خالص. يعني ما هو انت هتقابلي في المؤتمر الصحفي هتقابلي الهجوم ده من بعض الصحفيين المغردين، يعني انت ممكن تنقدني بس ناقد بناء مش طبعا. ناقد هدام يعني. وموضوعي كمان وموضوعي يعني العالم كله، كل نجوم حراس المرمى الموجودين حتى احنا بنشوف اليورو يعني. كل نجوم العالم بيخطئوا خطا واضح وساذج، ودول محترفين بالملايين والمليارات داخل الملعب. بس هو برضه خلي بالك هو مش سوري مبابي مش لسه برضه مضيع، كانت فاكر رجله جزاء لما كنا بنتكلم عنها. المشكله لما حد بيخطئ اي خطا ويبقى الحد ده حد كبير ومهم، زي ما بيقول لك كده غلطه الشاطر بقلب زي ما بيقولوا، فبطبيعه الحال لازم تلاقي هذا الكم بالظبط. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، بعديها بيوم حصل خطا لحارس مرمى الجونه، نفس الخطا رجعت له كوره شاتها خبطت في مدافع الانتاج الحربي، مهاجم الانتاج الحربي دخل الجول. فوارد جدا الاخطاء دي مع الكبار كمان، شفناها في اليورو وشفناها في كوبا امريكا وشفناها في كل، لكن ما بنقللش من قيمه الشناوي طبعا. الشناوي ما شاء الله يعني طبعاً. حارس مرمى المنتخب وحارس مرمى النادي الاهلي، وياما انقذنا ياما معظم البطولات اللي يمكن اللي جت، كان هو واحد من ضمن الناس طبعاً. اللي شاركوا فيها بشكل كبير يعني. طبعاً. جميل. طيب رؤيتك ايه بقى لمباراه النهارده امام سموحه؟ شايف الدنيا هتمشي ازاي؟ احنا لينا رد اعتبار بلغه كوره في الدور الاولاني، احنا خسرنا من سموحه. أيوة. مظبوط. فالنهارده يعني ما افتكرش النادي الاهلي، صعب قوي يا كريم لما بيحصل تعادل او بيحصل اخفاق للنادي الاهلي بتدي له دفعه بشكل كبير، يعني المباراه اللي بعديها بتبقى مباراه تحدي، بنلاقي تغيير خالص في شكل الاداء وروح واداء اللاعبين في هذه المباراه. النهارده بردك سموحه مدربه احمد سامي ابن ابناء النادي الاهلي يهمه برضك ان هو يعمل نتيجه ايجابيه، ماشي بخطوات طبع. كويسه قوي طبع. الرابع على الدوري، عنده اعاره بعض اللعيبه عبد القادر وهم نجوم النادي الاهلي للناشئين، وعنده عبد المنعم قلب الدفاع برضك ابن ابناء النادي الاهلي للناشئين، عنده مهاجمين زي مصطفى فتحي، عنده الراجل المغربي، يعني النهارده هما في المركز الرابع. فالنهارده برضك بيقابلوا النادي الاهلي، فعايزين يعملوا مباراه تحدي طبعا، مباراة ليها شكل وطابع إذا كان تكتيكي أو خططي على النادي الأهلي. لكن أنا شايف أن مستر موسيماني في المؤتمر الصحفي حتى المحاضرات التحضيرية اللي قبل المباراة قال للعيبة خلاص هنقفل الملف بتاع بيراميدز، الأخطاء الدفاعية اللي حصلت هنعالجها، الأخطاء الهجومية للمهاجمين أو عدم التوفيق للمهاجمين هنحاول إن شاء الله بإذن الله أن احنا نقدر. كورة الشريف اللي جت في العرضة دي كانت كورة جميلة جدا، كان ممكن تخلصنا المباراة. أكيد اللعيبة استوعبوا الدرس. النهاردة هنشوف شكل تاني بالنسبة للعيبة النادي الأهلي، هل هيرجع مستر موسيماني لطريقة 4 3 2 1 ولا هيرجع للطريقة التقليدية بتاعته اللي هي 4 2 3 1؟ هنشوف طبعا من بداية المباراة إيه اللي هيتم. لكن النادي الأهلي صعب جدا إن هو يعني يتعطل مباراتين ورا بعض، يعني في تاريخنا لم يحدث للنادي الاهلي. فالنهارده باذن الله هنشوف حاجه كبيره من لعيبه النادي الاهلي، خصوصا ان لعيبه النادي الاهلي يعني بتعيش احلى ايام حياتها، البطولات اللي بتحقق ان شاء الله، البطوله العشرة اللي جايه ان شاء الله الافريقيه. احنا عندنا تحدي قصير في الدوري بشكل كبير، يعني الاثنين بونت دول انا احساسي ان المباراه اللي جايه مباراه كؤوس، يعني مش هتقبل اسم على الاثنين ابدا، يعني مباراه كؤوس يعني انت لازم تكسب ثلاث نقاط في كل المباريات المتبقيه، افتكر السته اللي باقيين لنا. فان شاء الله باذن الله النهارده بدايه ان شاء الله انطلاقه النادي الاهلي
لبطوله الدوري العام. طيب رائع جدا. هل ممكن من كلام حضرتك ده ونتكلم ان احنا عندنا نهائي افريقي، هل ممكن يكون في تخوف شويه من قبل المدير الفني موسيماني على بعض اللعيبه الاساسيه عندنا عشان النهائي الافريقي؟ يعني حضرتك بتتوقع مثلا يكون في تشكيل مختلف في المباريات اللي جايه في الدوري؟ يعني احنا لسه بنتكلم عندنا مصر المقاصة، عندنا المقاولون، عندنا سموحه، فوجهه نظر حضرتك ازاي برضو؟ هو الحمد لله هي هنريح السولية مثلا، يعني ال 30 لعيب موجودين وجاهزين بشكل كبير جدا. يعني احنا ما بنحبش نقول في لعيب اساسي لعيب احتياطي في النادي الاهلي، لا هم كلهم اساسيين وكلهم ما شاء الله يعني عندهم من الذكاء وعندهم من الخبره، متفاهمين جدا مع مستر موسيماني في اي طريقه مستر موسيماني بيوضحها اللعيبه بتنفذها وبتنفذها على اكمل وجه يعني. فانا شايف ان ثبات التشكيل الفتره اللي فاتت دي كان من ضمن السمات اللي ميزت النادي الاهلي. يعني موسيماني بقى له 3-4 مباريات في تثبيت التشكيل واضح قوي مش الشناوي واكرم طبعا اللي انا بحييه طبعا من خلال برنامجكم الجميل، عمل شغل جميل. اكرم هايل هايل بصراحه وجوكر، وده دور اللعيبه الجواكر اللي بتطلب منها ان تلعب في اي مكان بتأدي بشكل كبير، ومنهم ايمن اشرف كمان. ايمن معروف عنه انه باك ليفت لكن بيأدي برضك دور المساك. عندنا اكرم وعندنا بنون وعندنا ايمن وعندنا معلول، واذا كان في ثلاثه نص الملعب اللي انا بعتبرهم من اقوى نص الملعب اللي موجود في افريقيا، سليه ويانج وحمدي فتحي وقفشه وطاهر محمد طاهر وشريف. الثبات ده بيدي مستر موسيماني بقى الحاجه اللي هو بيحلم بيها، المشروع اللي بيحلم بيه، الأداء المميز، المهارة الفردية، الجمل التكتيكية اللي بتبان للعيبة، الإصرار على المكسب، الفرص اللي بتضيع. نتمنى إن شاء الله المباراة دي كل فرصة تيجي إن احنا نقدر يعني نسجلها أو نقدر نخليها إيجابية هتفرق معانا بشكل كبير. فالثبات النهاردة هو ده اللي عمل شكل مستر موسيماني في خلال الفترة اللي فاتت في التشكيل. المتغيرات عندنا 5 تغييرات، هو راجل بيحس. لو احنا النهارده كسبانين بفارق هدفين اكيد مستر موسيماني هيبدا يريح اللعيبه، زي ما انت قلتي اللعيبه اللي ممكن تكون مجهده طبعا يقدر يريحها بشكل كبير جدا اذا كانت في خط الهجوم او في نص الملعب او في خط الظهر. هو اصلا التغييرات بتاعت موسيماني الجميع بيشكر فيها، يعني بتبقى في التوقيت السليم مع الشخص السليم اللي بيتم تبديله، فيعني حاجه كبيره جدا. على كل حال احنا لسه كلامنا كتير ولسه عندنا اسئله كتيره يا كابتن ماهر، فاصل بس سريع جدا وهنرجع نكمل. لسه حديثنا مستمر مع كابتن ماهر همام، ولسه عايزين ننتقل بقى من الدوري لنهائي افريقيا وحديثنا عن كايزر تشيفز. كنا انا وكريم بنسال حضرتك في الفاصل، يعني هذا الفريق الغير متوقع نقول او اداء غير متوقع تماما، ما تفهموش، مش شرط ان هو يلعب كويس، يعني الوداد على سبيل المثال لعب معاه مباراه قويه جدا ولكن هو اللي فاز. فخلينا نفهم من حضرتك يعني برضو لان دي حاجه ما اعتقدش سهله او بسيطه. تقلق. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا يعني الدوري استعدادا ليه، يعني احنا المباراه بتاعه الدوري ديت احنا بنستعد استعداد قوي جدا لحد ما نبدا نروح له يوم 17 ان شاء الله في المغرب. هما بلغه الكوره كده خطفوا الوداد المغربي، يعني الوداد على ملعبه ما قدرش يعني يقدر يحقق نتيجه ايجابيه، فطبعا البطوله هربت منه بشكل كبير. لكن النادي الاهلي بخبرته طبعا مستر موسيماني لما يوصل للملف ده بيبقى في حاجه اسمها اعداد للمباراه، اعداد ذهني للمباراه. هو بيضطر يشوفهم عن طريق الفيديو والتحليل الفني، ده بيفرق بشكل كبير جدا، يعني بيقطع له كل حاجه، بيبين له كل حاجه بالنسبه للفريق من الناحيه الدفاعيه، من الناحيه الهجوميه، من ناحيه العناصر المميزه الموجوده عنده، من ناحيه الثغرات الدفاعيه اللي نقدر نخترق من خلالها. هم طبعا بطوله بالنسبه لهم انه بيلعبوا قدام النادي الاهلي، يعني وصولهم للنهائي طبعا يعتبر بطوله، او تقريبا بطولة يعني دي كانت اول مره يعني بالنسبه لهم يوصلوا لنهائي ابطال الانديه وخصوصا قدام النادي الاهلي. اكيد عندهم دوافع انهم يحصلوا على البطوله طبعا، ودي دوافع مشروعه طبعا بالنسبه لهم ان هم بيلعبوا نادي القرن، بيلعبوا بطل افريقيا، او بيلعبوا على لقب القاره، على اللقب كمان نفسه. طبعا صح يا كريم. احنا بالنسبه لنا
يمكن قلنا كذا مرة إن الأهلي بيحب يلعب مع الفرق الكبيرة اللي هي مصنفة، يعني بيحس لعبت النادي تحس كده يعني بسعاده، بتحس اه بس ده مش هيتحقق بنسبه كبيره في حاله كايزر تشيفز. احنا بنتكلم على الفرق زي ما حضرتك تقول مثلا الوداد او الرجاء او الفرق او الترجي، فرق معروف لها اول من اخر ومعروف لها تاريخ. لكن انت بتتكلم في الحاله دي على فريق مش معروف له خلفيات قوي والاعتماد بالكامل على الفيديوهات لاخر مجموعه مباريات ليهم، فدي برضو فيها شيء من القلق يعني طبعا، يعني تبقاش مالك ادواتك طبعا. طب وده اللي بيخلي كريم طول عمرنا احنا بنحترم الفرق مهما كان مستواها. دي ميزه النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي ما بيستهترش باي حد. النادي الاهلي طول عمره بيلعب مع الفرق المصنفه والغير مصنفه. يعني زي ما انت ذكرت كده بالنسبه للوداد والترجي واو، تلاقي ان الاهلي مركز بشكل كبير جدا طبعا. لكن دي بطوله يا كريم، بطوله بتحس ان مستر موسيماني طبعا تعب خمس ست اشهر اللي فاتوا دول، لان برضه كانت الناس بتشكك ان بطوله التاسعه كانت بين فايلر وبين موسيماني، لكن النهارده دي بطوله خلصة. ان شاء الله خالصه ليه هو. ليه هو طبعا نتاج طبعا ست اشهر اللي احنا اتكلمنا عنهم، ان هو مجهود اتعمل بشكل كبير. مستر موسيماني كمان ابن البلد، ابن بلدهم، فاكيد عنده المنتاليتي والعقليه بتاعت لاعبي جنوب افريقيا. الفرقه دي بتدافع بشكل كبير جدا في نص ملعبها، بتحاول تقفل كل مفاتيح اللعب الخصم، بتراقب. يعني هيقابل فرقه عندها تحدي كبير جدا واصرار على انهم ياخدوا البطوله. ازاي بقى هو يحترم الفرقه ديت؟ ان هو بقى لان التشكيله المناسبه لهذه المباراه ان شاء الله تكون اللعبة كلها سليمه بعد المباراتين الثلاثه ده اهم شيء، ده مهم جدا طبعا. ذلك طبعا جدا. وبعدين لان الطريقه المناسبه، واخد بالك ليه؟ لهذه المباراه، عشان ازاي نقدر من خلال الطريقه دي ان احنا نقدر نعمل مباراه جيده، مباراه متزنه بين الدفاع والهجوم، ونفك شطرته، نقدر نكسب طبعا فيها ان شاء الله. بس ده هيتطلب بقى تاني ونكررها، يبقى في تأجيل لمباراة مصر المقاصة والأهلي، لأن الفرق هيبقى 4 أيام يعني، فبرضو إحنا محتاجين اللعيبة بتوعنا يركزوا بشكل كبير، يعني هيبقى ضغط برضو صعب قوي بصراحة يعني. ولو حضرتك تتفق يعني. طبعا طبعا ده تحدي بصراحة، يعني النادي الأهلي كل ما ده بيثبت لنا إن هو نادي عظيم. التحدي اللي إحنا موجودين عليه كل 3 أيام، يعني إحنا طلبنا طبعا من أحمد مجاهد رئيس الاتحاد إن هو يعني فعلا زي ما حضرتك قلت كده ان ياجل لنا مباراه المقصه بالظبط، يعني يبقى احنا عندنا فرصه بس نشم انفاسنا، نقدر النهارده لو في اصابه في بعض العناصر الاساسيه نقدر نعالجها بسرعه لهذه المباراه، لان مصر في الاول اللي بتلعب يعني بنتكلم مش بس كده. مصر في الاول والاخر هي اللي بتلعب مش النادي. احنا هنستاذن حضرتك ناخدك ونرجع بيك من افريقيا على الدوري مره ثانيه، لان احنا معانا لايف فيو كواليس النادي الاهلي من مقر فندق الاقامه قبل مواجهه فريق سموحه مع مراسلنا وزميلنا العزيز فاروق صلاح. فاروق صباح الخير عليك، وانقل لنا بقى اتفضل الاجواء عندك عامله ازاي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، وكل التحيه طبعا لكابتننا الكبير الكابتن ماهر همام، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي، ويعني صباح جديد من هنا من الاسكندريه عروس البحر الابيض المتوسط، وجوله من جولات النادي الاهلي في بطوله الدوري الممتاز الجوله رقم 28، مباراه اللي هتجمع ما بين الاهلي وسموحه على استاد الاسكندريه في تمام الساعه 9. طبعا يعني انا مش هزيد على الكلام اللي انت قلته يا كريم والكابتن ماهر همام طبعا ونهاوند، مباراه مهمه جدا ومشوار مهم جدا للنادي الاهلي طبعا عقب مباراه بيراميدز. الفريق اغلق تماما صفحه مباراه بيراميدز، اللاعبين مركزين في المرحله المقبله. مستر بيتسو موسيماني اجتمع مع اللاعبين ويعني طالب من اللاعبين التركيز، قال احنا عندنا مرحله صعبه جدا وهيبقى عندنا ضغوطات وتحديات كتير جدا خلال الفتره المقبله، سواء مباراه الدوري او النهائي الافريقي، لكن انا كل اللي انا عايزه من اللاعبين كلها تبقى مركزين، انا بثق في اي 11 لاعب موجود في ارض الملعب، ليكم مني كل الدعم، وراكم جمهور عظيم عايزين نفرح جمهور النادي الاهلي. ايضا الكابتن محمود الخطيب كان موجود في مران الفريق بالامس، وجود الكابتن الخطيب والرسائل
وسائل الدعم اللي بيديها للاعبين طبعا بتغني عن اي كلام. طبعا مستر بيتسو موسيماني بالمناسبه المران بالامس يعني ارتكز على بعض الجوانب الخططيه والجوانب التكتيك والامور الخاصه بالكرات الثابته كاسلحه من الاسلحه اللي بيحاول يستغلها خلال الفتره الاخيره. عقب المران مستر بيتسو موسيماني اعلن قائمه بتضم 21 لاعب في ظل طبعا مجموعه من الغيابات والاصابات. دينا بيغيب النهارده 9 لاعبين، لكن مستر بيتسو موسيماني اعلن عن قائمه بتضم 21 لاعب، هي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير لحراسه المرمى، علي معلول ومحمود وحيد، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، ايمن اشرف، سعد سمير، واكرم توفيق لخط الدفاع. خط الوسط حمدي فتحي، عمرو السوليه، اليو ديانج، في ايضا كهربا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي قفشه وجونيور اجاييه، وفي خط الهجوم محمد شريف وصلاح محسن ومروان محسن. طبعا استمرار غياب وليد سليمان للاصابه، ايضا بيغيب بدر بنون لحصوله على الانذار الثالث، بيعود للنادي الاهلي في هذا اللقاء ايمن اشرف بعد انتهاء ايقافه من الحصول على 3 انذارات. طبعا مستر ايضا غياب لمحمد هاني للاصابه، غياب لناصر ماهر وولتر بواليا، محمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولي، وايضا غياب لاحمد رمضان بيكان. في ظل الظروف دي وظل الغيابات دي لعيبه النادي الاهلي مركزه في المباراه. مستر بيتسو موسيماني طبعا اجتمع مع اللاعبين وعرض لقطات فيديو خاصه بمباراه بيراميدز ولقطات فيديو خاصه بمباراه فريق سموحه في الفتره الاخيره، واتكلم مع اللاعبين ان فريق سموحه مش خصم سهل، لا ده خصم قوي جدا. طبعا كانت مباراه الدور الاول فريق سموحه كان فاز على النادي الاهلي. طبعا النهارده من المقرر ان النادي الاهلي هيكون ظهوره بالزي التقليدي او الرداء الاحمر للنادي الاهلي، فريق سموحه هيكون بالزي الازرق. طبعا لجنه الحكام اعلنت عن طاقم تحكيم بقياده ابراهيم نور الدين حكم للساحه، هيعاونوا شريف عبد الله حكم اول، محمد محمود لطفي مساعد ثاني، وحسين الكريمي حكم رابع، 2 على تقنيه الفيديو وائل فرحان ومحمود ابو الرجال. طبعا لعيبه النادي الاهلي كلها مركزه، وعايز اتكلم يا كريم واكلم الهواندو والكابتن ماهر همام طبعا واحد من كباتننا هيبقى عارف الكلام ده، في نقطه مهمه جدا ولازم من خلال النادي الاهلي نتكلم فيها، ان في بعض الامور خلال الفتره القادمه ومستر بيتسو موسيماني والكابتن سعد عبد الحفيظ اتكلم على اللاعبين في هذا الامر. انت مقبل على نهائي افريقيا، وطبعا في قله من الناس وبعض الناس هتبدا الفتره الحاليه انها يعني تروج لبعض الاشاعات غير موجوده بالمره. طبعا بالامس شفنا احد الاشاعات اللي تقول لك ايه، بتقول اصابه الشناوي، الشناوي ما فيش اي مشكله، الشناوي موجود ولا في اي امور من الامور اللي بتتردد اشاعات. طبعا الهدف منها انت عايز تشتت اللاعبين او تشتت الجهاز الفني عن النهائي الافريقي، لان بعض الناس زي ما قلنا مش يعني مش من مصلحتها ان النادي الاهلي يحصل على بطوله افريقيا، لكن خبرات لعيبه النادي الاهلي وخبرات الجهاز الفني الكابتن سيد الكابتن سامي مستر بيتسو موسيماني في التعامل مع اللاعبين وشخصيات لعيبه النادي الاهلي هي طبعا بتكون الدافع الاساسي في مواجهه هذه التحديات. اعتقد كابتننا الكابتن ماهر همام لمس هذه الامور وعارف هذه الامور يا كريم ونهواند. طبعا فريق النادي الاهلي النهارده تناول وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، وجبه الغداء هتكون في تمام الساعه 3 عصرا، المحاضره الفنيه لمستر بيتسو موسيماني هتكون في تمام الساعه 5:30، والتحرك لملعب المباراه هيكون في تمام الساعه 7. ان شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. انا موجود معاك يا كريم، موجود معاك يا نهواند لو في اي استفسار او اي تساؤل. طيب يعني خليني بس يا فاروق اخد من اخر كلمه او اخر نقطه انت قلتها، لان دي نقطه مهمه جدا واحنا يمكن اتكلمنا فيها في بدايه الفقره مع كابتن ماهر، وهي فكره ترويج الاشاعات وفكره يعني ان البعض زي ما بيتقال كده باللغه البسيطه بيصطاد في الميه العاكره. فحلو جدا ان انت تاكد لنا ان الاجواء دي غير موجوده تماما، احنا بنطمن جمهورنا، الكلام ده كلام ملوش اي علاقه بالصحه يا جماعه، الاجواء كويسه جدا. والنقطه كمان هنا يا فاروق ان انا عايزاك معلش تقول لنا اكتر فكره هنا الناحيه النفسيه، احنا فنيا متاكدين ان موسيماني بيجهز الفريق على اعلى مستوى، بس فكره هنا برضو الضغط اللي موجود ونفسيا التجهيز النفسي ده ازاي، العلاقه ما بين اللعيبه ازاي، كل ده عايزين سريعا بس هستاذنك تنقله لنا تاكيدا للنقطه اللي احنا بنتكلم فيها. اتفضل سريعا يا نهواند، هقول لك على شقين مهمين جدا، اولا دور اوضه اللبس ودور الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي مصان في هذا الامر. كابتن سيد عبد الحفيظ دايما بيتكلم ان المواقف اللي زي دي والتحديات اللي زي دي هي اللي احنا بنحكيها للاجيال اللي بعدنا، هي دي اللي بتصنع شخصيات لعيبه النادي الاهلي، ولعيب النادي الاهلي بيبقى قادر على التعامل مع هذه الظروف. ايضا دور اوضه اللبس في النادي الاهلي، وليد سليمان، الشناوي، ايمن اشرف، رامي ربيعه، سعد سمير، دورهم الكبير جدا. الناس يعني انا بتفاجئ باللاعبين انهم مستغربين جدا من الكلام اللي بيتقال
والاشاعات اللي بتروج، ما فيش الكلام ده خالص. وهم عارفين لعيبه النادي الاهلي عندهم قدر كبير جدا من الوعي، وعندهم قدر كبير جدا من المسؤوليه، عارفين ان انت داخل على مرحله مهمه جدا، مرحله يعني الدوري. في ناس عايزه تشتتك عن بطوله الدوري، لا، اللعيبه مركزه في بطوله الدوري. عندك نهائي الافريقي، النهائي الافريقي والحلم الكبير جدا الحفاظ على البطوله الافريقيه وتحقيق البطوله العاشره. لكن خبرات لعيبه النادي الاهلي، يعني ياما مر لعيبه النادي الاهلي واجيال النادي الاهلي مرت بهذه الظروف، لكن خبرات لعيبه النادي الاهلي هي اللي بتحكم في هذه الامر، وشخصيات لعيبه النادي الاهلي اللي دايما كلنا بنراهن عليها. لكن انا وانت يعني هي كلمه بنقولها للجمهور، مش عايزين جمهورنا يلتفت لمثل هذه الشائعات، عايزين ندعم فرقتنا، نركز مع فريقنا، نركز مع كل اللاعبين، كل اللاعبين على قدر المسؤوليه. يعني اعتقد رسائل كتير جدا بتوصل للاعبين، لكن لعبتنا على قدر المسؤوليه ان شاء الله، وقادرين ان شاء الله على الحفاظ على بطوله الدوري والحفاظ على اللقب الافريقي وتحقيق المزيد من البطولات باذن الله. باذن الله ان شاء الله. كل الشكر لزميلنا العزيز فاروق صلاح، وعوده لضيفنا العزيز كابتن ماهر همام. واللي بيتهيالي حضرتك يعني عاصرت الفتره والزمن اللي كانت المرجعيه يا اما البرامج الرياضيه التلفزيونيه او الصحافه الرياضيه، لكن ما كانش فيه بقى ولا فيسبوك ولا تويتر ولا وسائل التواصل الاجتماعي اللي موجوده دلوقتي، واللي اكيد نتج عنها ضغوطات ما كانتش موجوده في الفتره دي. بالظبط بالظبط يا كريم، ضغوطات صعبه قوي على فريق. هو فاروق طبعا نوان سالته سؤال مهم، الجانب النفسي. والجانب النفسي ده يعني دور اهم دور موجود في المنظومه الرياضيه. الجانب النفسي الرياضي، وده الحمد لله رب العالمين بيتعمل من بدايه الكابتن محمود الخطيب. يعني احنا دلوقتي كابتن محمود الخطيب بيدي مثل جميع رؤساء الانديه ازاي تلتف حوالين الفرقه، ازاي تلتف حوالين النادي، ازاي تدعموهم نفسيا وعند اللزوم، ازاي يبقى عندك ثبات انفعالي. بالظبط، والقرارات حتى اللي بتطلع بيحصل فيها تريث بشكل كبير. يعني انا عايز اقول لك مجلس اداره النادي الاهلي لما بيحصل اخفاق الناس بتقعد يوم واثنين وثلاثه لحد ما يطلع قرار جماعي وقرار سليم وقرار في مكانه مظبوط. فالنهارده الدعم اللي بيعمله مجلس اداره بقياده الكابتن محمود الخطيب لفرقه الكوره او لجميع الانشطه الرياضيه اللي موجوده في النادي واضح قوي ومؤثر قوي. يعني رئيس النادي مركز زيهم، يعني طبعا رئيس النادي قيمه وقامه من ناحيه وهو لاعب وهو اداري وهو رئيس نادي، فكل الخبرات ديت زي ما فاروق قال بتتنقل من بدايه رئيس النادي وهو موجود معاهم في المعسكرات. الاجتماع اللي بيحصل قبل المباراه بيبقى فيه رئيس النادي هو بيقول كلمتين ثلاثه مش اكتر من كده. انا عايز تركيز، مش عايز حد يخرج على النظام، ازاي نحافظ على احترامنا للحكام، ازاي نحافظ على ادائنا داخل الملعب، اعمل اللي عليك بالتوفيق بتاع ربنا. يعني جمل جميله جدا بيقولها كابتن محمود الخطيب قبل كل مباراه للاعبين، عمره ما طلب منهم انا عايز البطوله دي، انا عايز المكسب ده، انا عايز انت عارف التوفيق وعدم التوفيق. بينعكس الكلام ده كمان على سيد عبد الحفيظ اللي هو عنده 12 سنه خبره مع هؤلاء اللاعبين واللي قبليهم واللي قبليهم. فسيد النهارده بيعتبر من اكفأ مديرين الكوره اللي جم في تاريخ النادي الاهلي. ازاي برضك بيقدر يحافظ على الجانب النفسي مع اللعيبه، ازاي بيقدر الثواب والعقاب من خلال اللائحه لو حد اخطا. طبعا معظم لعيبه النادي الاهلي الحمد لله ملتزمين في كل حاجه، في موعدهم في التدريب، موعدهم في الفطار، موعدهم في الغداء، في المحاضرات اللي قبل المباراه، في يوم المباراه. فالالتزام ده بينعكس على اداء النادي الاهلي في شخصيته داخل الملعب. فالجانب النفسي اللي احنا اتكلمنا عليه، يعني النادي الاهلي بيقوم بيه ومنظومته على اكمل وجه، وده واضح قوي طبعا في اداء النادي الاهلي. اللي حضرتك بتقوله ده والصوره اللي هي معروفه عن النادي الاهلي دي، انا نفسي بس الناس تعرف ان مهما اتكلموا مش هيأثر. يعني وفروا، يعني والله العظيم ما فيش داعي، لا انت هتقدم ولا هتأخر باي حاجه هتقولها ملهاش اي لازمه، يعني الا لو انت فاضي عايز تتكلم ماشي. بالظبط نهواند، وهو كمان عايز ينون من البطل ده، ما البطل ده على طول كل سنه بيكسب كل البطولات. فانا النهارده اشكك فيه ازاي؟ ابعد بقى كده. لا، وسيناريوهات بتترسم وقصص وحاجات واحنا قاعدينها ايه كمان. بالظبط، ومرينا كل المراحل دي، الخبرات اللي موجوده عليها. مرينا السنه اللي فاتت قعدوا لازم الدوري يتلغي، لازم الدوري يتلغي. الله، السنه دي برضك نفس الكلام، بيشككوا الدوري مش هيكمل،
الدوري مش هيكمل. ان شاء الله هيكمل ويكون اهلاوي. ان شاء الله كيد الكائدين. نورت الدنيا كالعاده كابتن ماهر، سعدنا بوجود حضرتك معانا جدا. حبيبك شكرا ليك. شكرا يا بسيو نورتنا. شكرا. وشكرا ليك يا كريم على هذه الحلقه الرائعه حقيقي في اول الاسبوع مع حضراتكم. نشوفكم بكره، ويا ريت باذن الله كده كلنا نبقى عندنا تفاؤل ونيجي بكره ونقول صباح النصر علينا جميعا يا رب. مع السلامه.